وصلنا على البيت بس ما طلعنا لسه لفوق، حنحرك دايركت، حناخد سارة على الدكتور على المشفى. طبعا الدكتور بيروح بعد ربع ساعة والمكان بعيد عن بيتي نص ساعة، فأنا إن شاء الله الدكتور أنا حاسس إنه حيستناني. فليتس جو. I miss you. هي دائما مرفوعة هيك يوصلوا للسيارة. وين المفتاح؟ عم يعملوا له فحص الإنفلونزا. بعدين بعدين حتعمل شو الاكس راي وبعدين فحص الدم كمان. شوفوا العروق، شوفوا شوفوا مع الضلجي. تعال احكي لكم شغله عن سارة. I just said لا تحكي. What's wrong with you? شغلي اشرح لهم بس شو انه مثلا الدكتور قال له مثلا اوكي لازم ترفع الاصبع لمده ثانيتين. خيس الدكتور قال لي ارفع اصبع ما ندري. هلا المره اخذت فحص دم. قال لك ليه؟ عملت اكس راي فقالت له ارجع اطلع عند الدكتور عشان يشيك. طلعت لعندي خيس يعني ارجع اطلع من الدكتور قال بكره بحكي معك. الدكتور على بيته. وين بدي اروح على بيته؟ عملوا فينا مقلب. يا الله يا سارة، حتى الموظفين بطل في احد هون. بس هلا مش قلت لك اي شيء تنصدمي كمان. انت عم تنصدمي كثير صايره. ايه هلو. كانت بنت صار شباب. قالت انه هي ما بدها تقلي. علبتين مو وحده. لا حطهم وراح. لا وعلبتين. اعطانا ظهره. معناته في شيء بعد الشر. هيك هيك طول الوقت هيك. شوف اجا. Can you explain everyone? I'm lost. Okay. ديان حتفطري انت. تحت انا سحور. مو كسر فان اي نو. هذا تعرفي؟ لا فلوتي فورم. حزاري شو هاد؟ اليك شو هاد؟ هاد تبعت. ايوه اللي علمك عليه. بس هذا شو؟ هذا تبع شو اسمه هذا؟ وهذول الاثنين كمان نفس هاد بس غير يعني. It's coming 430 كانسل نو نيد مديسين. تعالوا لكم شو صار. يا الله خلص غير. والله علو خلص والله علو. دفعت ثانك يو انت كثير غليظ. خلص حبي انا اللون ولا انت تيدي. ما بدي اللون. تسخر علي. ما تسخر عليك بس عم بحكي له شو صار معك. عندي فتول هبلة انا. انا ما بعرف كيف. دولا دولا عشان سيبهم عشان يضلوا عنا ذكرى. ما بدي اياهم ذكرى. اجا اجا الدكتور قال له تاخذي هالحبه قبل الفطور. قالت له نو وقف نو 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 انا صايمه نو نو واي. قال له قبل ما تفطري. قالت له نو هاو هاو ام فاستنج نو. قال له يا معلم خذي الحبه بعدين افطري. يا اوكي اوكي.